هعملها مش هلعب. فاللعيب المصري برضو عنده حته اللي هو برضو عنده لازم يبقى فاهم المدير الفني اللي قدامه ايه. انت شايف ان سواريز ما كانش كده؟ انا اولا المدرب اتظلم ظلم جامد جدا. انا شايف له عنده فكر بس هو اتظلم جامد جدا في الظروف اللي اتحط فيها. كان ممكن يجي في ظروف احسن من كده ويبقى ويكسب. انا شايف الماتش بتاع بيراميدز وماتش الزمالك فرقوا معاه جدا جدا يا كابتن. انت ليك زمايل يعني في النادي الاهلي كانوا بيقولوا لك ايه عن سواريز؟ كان بيقول هو مدرب كويس جدا، شخصيه كويسه جدا جدا يعني، اللعيبه كانت بتحبه جدا بس هو ما كانش فيه توفيق. انا وجهه نظري اللي فرق معاه ماتش بيراميدز اللي خسره وماتش الزمالك اللي خسره، دول فرقوا معاه جامد جدا جدا. لو كان ماتش ايه تاني معلش قول؟ ماتش بيراميدز وماتش الزمالك دول يعني ماتش بيراميدز لما خسروا وماتش الزمالك في كاس مصر لما خسروا، ده لو كان كسبهم كان لا كان هيفرق جدا. كان الموضوع شكل الدوري المصري كان هيتغير معاه، الجمهور كان هيحبه، اللعيبه كانت هتحبه، جوه اوضه اللبس اللعيبه كانت بتحبه جدا يعني. ليه علاقه كبيره جدا بلعيبه كتير جدا في الاهلي كلهم بيحبوه جدا. بس الحب مش كفايه عم. عارف ليه؟ يعني مقتنعين بيه بس ما عندوش توفيق. انا بص يعني انا شايف ان هو كانت شخصيه هو شخصيه كويسه جدا وهو كان محتاج يروح نادي عنده مشروع ونادي يشتغل فيه من غير ضغوط شويه. تمام. انما في الاهلي والزمالك صعب الكلام ده بالذات. ان انا عمرو يعني لما بتشتغل مدرب بتتفرج على الماتشات باسلوب مختلف شويه. صح. هو في الماتشات الكبيره عمرو هو اتغلب لان هو ما كانش عنده جيم بلان. ودي حقيقه.